حملت حتى انا حرقت مركز. هي ما شك فيها حتى حد اللي هي همي وهمك وعركتي وعركتك. لاحظنا اللي الحكايه بدات تكبر بشويه بشويه، واللي الحمله ممنهجه. بدات مع اكثر الاولاد ناشطين في بوزيد، بدات مع صفوان بوعزيز، نزار بكال، بلال عماري، حاتم فاضل، فريد سليماني، عبد السلام حيدوري. لاحظنا اللي الماكينه القمعيه لوزاره الداخليه كانت تستهدف في كل من مازال محافظ على الحلم الثوري، من مازال يعارك على تصحيح المسار الثوري، من مازال خارج كل المناكفات السياسيه والمهاترات. كنا حيرين ايش نعمل، لكن كنا متاكدين اللي فتح كل ملف على حده او انك تحل كل دوسي وحده هذا ماهوش باش يهزنا النتيجه، يعني ترضي الناس كليك. شنو هي الحكايه؟ بدات بالرسمي يعني ممنهجه، القناعه بدات تترسخ مع انه كانت عندنا من المره الاولى. سهرنا للصباح نكتبوا نحتجوا ندزوا نعاركوا في العالم الافتراضي، مش نورمال اللي قاعد يصير، شيء وصل للعظم، وصل لعائلات الشهداء والجرحى اللي هي يعني قدمت من متصورش يعني تضحيه اكبر من انك تقدم دم ولدك ولا اخوك يعني فداء لحلم ثوري في البلاد هذه. ثم يعني التفاعل الاول كان من صديقتنا مريم بريبي، عبد التدوينه كتبت فيها يعني بكل هم، هم صفوان، بلال، حاتم، فريد، عبد السلام. اليوم يعني وصلنا لعائلات الشهداء والجرحى، العصام وحلمي يعني من اكثر الناس الناشطه في الملف هذايا. وين ماشيين يعني اذا كان والتهم كلها يعني تصب في خانه واحده برك، حرق مركز. اذا كان باش تكون التهمه حرق مركز فكنا حرقنا مراكز. ثم التفاعل الثاني كان من محمد فريمان اللي كان يعني من اكثر الناس اللي تخدم في الفوتو وقت على في علاقه بمسارنا الثوري. خدم الفوتو فيها يعني الصوره الشهيره نتاع ايام الزخام الثوري، الاولاد اللي شادين يعني كاسكيت بوليس ومن ذلك، وكتب عليها يعني هاشتاج حتى انا حرقت مركز. التفاعل بتاعي كان ثالث، كنت نكتب، خذيت كلام مريم، خذيت التصويره نتاع محمد. كما حكيت لك كنت من قبل نحكيو مع بعضنا انه لازم تتحل الملفات هذه، لكن تتحل مع بعضها الكليك، تتحل يعني كملف وطني يعني الاستهداف النشطاء هذوما، حاولنا نلموهم في قائمه واحده لانه التهمه بالنسبه لنا احنا هي تهمه ثوره. الفكره الاوليه كانت تجميع الملفات، ثم ان نديفيسوها للناس، نخرجوها للناس، تطلع على الناس هذه، ثم من بعد نبدو نفكروا مع بعضنا في شكل التحرك. فما اللي طرح من المره الاولى انه مثلا نمشيو نحاولوا نجمعوا اكبر عدد ممكن من الناشطين، نمشيو نقدموا رواحنا للداخليه، فما شكون كان ضد الفكره هذه، فما شكون كان يعني انه نتحركوا في الشارع، ان نبدو ننظموا تحركات بعد ما تتلم الناس كلها مع بعضها والديسكيتي وتسمع بعضها. فما شكون يعني كان يقترح ان نضغطوا انطلاقا من المحاكم، فما شكون كان انه انطلاقا من الملف هذايا نحاولوا نفجروا حاجه في البلوكاج اللي صاير في البروسيس ريفولوسيونير في البلاد، لانه يعني الناس هذه بالفعل هي ناس ناشطه لكن ما هيش يعني من المعروفه برشا ولا من اصحاب الظهور البارز في البلاتوات، لانه شبابنا تحرم من انه يقول كلمته حتى في وسائل الاعلام. يعني اشكال تحرك ما كانش عليها اتفاق، لان كما قلت لك احنا ما نرفضوا المنطق التقليدي الكلاسيكي حتى في 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 اشكالنا النضاليه اللي نحبوا نخوضوها، وحاولنا نجمعوا لماكسيموم لانه يعني باش ما تكونش فما مركزيه مقيطه حتى في الحركه هي بيدها.